غادر فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق هذا اليوم البلاد بعد زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية. وكان في مقدمة مودعي فخامته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، كما كان في الوداع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامة الضيف، وسعادة السيد عبد الرحمن خليل أحمد سفير جمهورية السودان لدى مملكة البحرين والسيد نائب محافظ المحافظة الجنوبية.